يا باشا أنا تحت أمرك ورهن إشارتك، حابب أقول لسعادتك حاجة تانية، أنا رهن إشارتك وتحت أمرك، اختار اللي يعجبك يا باشا. شوف حنفي هيبقى يتصل بيك وهيقول لك على كل حاجة وقت ما نحتاجك، ها؟ اتصل عليا. وخد دول. إيه دول يا باشا؟ دول تشبرق نفسك بيهم أنت والرجالة بتوعك، ولما تنفذ العملية هتاخد قدهم 10 مرات. يبقى أنا يا باشا تحت أمرك ورهن إشارتك، ملك يمينك وملك شمالك، وتحت أمرك يا لورد. عرفت هتعمل ايه مع عنتر وتقول له ايه؟ ما تقلقش يا استاذ، الترتيب كله بقى في دماغي. طيب انا لا هكلمك ولا اجيلك لحد ما تخلص اتفاقك مع عنتر، بعدين نتقابل ونفكر في الخطوه اللي بعدها. ماشي يا متر. حربي، ها، خلي بالك من نفسك، ما تخافش يا صلاح. عفارم عليكم يا رجاله، يلا افرزوا البضاعة وستفوا كل صنف لوحده. ها اولى حربي ما ظهرش ده، ولا هو ولا المعلمة جم. اصل الحمام المحشي اللي في الصينية برضو يا زين حامي، ولازم الواحد يريح بعضه. ليه؟ والله الواحد شغال مع اتنين زي قلته، واحد مقضيها لي حمام محشي ونوم في العسل، والتاني عامل لي رايس وحاطط رجل على رجل وعمال يهش في دبان. ايه زين في ايه زين؟ ما الشغل ماشي فل الفل اهو. اخي تنيل، خليك انت مبلط في الخط كده. خمسة كده روح اطمن على عم نوفل واجي. عم نوفل؟ انا برضو اللي مبلط في الخط ده، انت طلعت انت وحربي قال عن مني. شايفك يالا، اشتغل بسمة بدل ما جيلك هتلفظ. الله على النبي بقى من نوفل، بأمر الله وانت راجل مؤمن. اخويا راح يا زين، ودعاء كمان راحب، والظهر انها مش راجعة تاني. لا لا ما تقولش الكلام ده، ان شاء الله راجع من نوفل. من بقك لباب السماء يا ابني. خليها بقى يدوب على الريحة، بلاش تبقى سادة. هي القهوة اللي انت هتعملها للاستعطيات. القهوة. ماشي يا سيزين، هقوم اعمل لك القهوة. تسلم ايديكي. بقول لك ايه يا عم نوفل، ان شاء الله كده لما دعاء ترجع لنا بالسلامة عايز اقعد معاك شوية يا راجل طيب، يعني في كلمتين كده عايز اتكلم معاك بخصوصها، بخصوص دعاء برضه. كلمتين ايه؟ يعني هو انت عارف يعني ان دعاء دي بنت حتتي، وطول عمرنا متربيين سوا، ومعزتها عندي غاليه قوي عم نوفل. فانا بقى يعني منى عيني ان انا احافظ عليها ورعيها. المهم انها ترجع يا زين. لا هترجع ان شاء الله عم نوفل. خلاص ابو ضاي اللي كان بيضايقها غار في 60,000 داية، وخير بقى ان الحمد لله يعني ربنا كرمها بشغلانه حلوه في مستشفى. انت شفتها؟ رحت لها امبارح وطمنت عليها، وكل يوم والتاني برضه هبقى افوت عليها اطمن وارجع اطمنها لحد ان شاء الله ما ترجع لنا بالسلام. ربنا يطمنك يا ابني. انت عارف يا زين، انت معزتك عندي معز الدعاء بالظبط. ربنا يديم المحبه. طب انا هستأذن، انا بقى ربنا يجعلها اخر لحظات ان شاء الله. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. القهوه؟ لا مني ليك يا استعطيات، انا اصلي ماليش تقل عليها، بتقلب لي معدتي. سلام. سلام يا اخوي. زين وزعني، كان بيقول لك ايه يا نوفل؟ استهدي بالله يا عطيات. هو في ايه يا راجل؟ هو في اسرار بينك وبينه ولا ايه؟ اصل زين لمح لي كده انه عايزها. وماله يا نوفل؟ لو هيقدرها ويقدرنا كويس ويدفع فيها يشيل. هو انت كل اللي همك
هيدفع كام؟ بطل عبط يا راجل انت، بطل عبط والنبي. امال انت عايز ايه؟ نربي ونكبر ونصرف ونكوع دم قلبنا في الاخر يكسي زين ياخدها كده على الجاهز؟ لا يا روحي، لازم يدفع فيها مهر، ومهر تقيل كمان. المهم ترجع الاول وربنا يقدم اللي فيه الخير. يلا بقى يا رجاله، نسيتك كحلي يا اخويا. بطل لما ده يا زين، كحلي قوي. صباح الفل يا احلى ورق. صباح العسل. خد ابس. ايه حط دول جنب اخواتك. ايه ده كله؟ دي بدايه يا بركه، مجرد بدايه. والتقيل جه ورا يا اسطى. امال معلمة انش راح فين؟ لسه ما جاتش. غريبه يعني، مش بعدتها تاخر كده. ايه يا عم حرب، وانت مش جاي من عندها ولا ايه؟ لا انا كنت في مشوار. مشوار ايه ده؟ عديت على الاستاذ صلاح، قعدت معاه شويه وبعد كده جيت على هنا على طول. طب اسمع، انا اوصل لمعلمة اطمن عليها وانت جاهز عشان اروح مشوار وسط البلد مع بعض. مشوار ايه ده راخ؟ هفطمك يا زين لما اجي. صدقت يا بركه، ما بيتهدش. ازيك يا بنت سهر؟ ان شاء الله تسلم يا معلم حرب. امال المعلمه فين؟ انا هنا يا حرب، تعال. الف سلام عليك يا معلمه. ايه مالك؟ ما جبتيش المستودع ليه النهارده؟ ابدا، كسل. وبعدين خلاص بقى، البركه فيك انت والواد زين والواد بركه. براحتك يا ست الكل، انا اصلي يعني لما رحت المستودع وما لقيتكيش قلقت عليكي قوي فقلت اجي اطمن. لا اطمن بس، طمني على الشغل الاول. مية مية، وان شاء الله بركه يعدي عليكي اخر الليل يجيب لك الايراد. وبركه يعدي عليا يجيب لي الايراد ليه؟ انت مش هتيجي الليله دي؟ مش هينفع والله يا معلمه، ورايا مشوار مهم. مشوار ومهم بشوقك. شوقي اليك موجود يا معلمه، بس انا بقول يعني ايه، نعدي الليله والليالي جايه كتير، وكل ليله فيهم هتبقى الف ليله وليله. بكاش، بس مش عارف ازعل منك ابدا. ربنا يخليك يا معلم. طيب بالاذن انا بقى ست الستات. حربي هو مورا معلم، اوعى رجليك تكون خدت على حد بره المنطقه. طب ده كلام، ده انا كنت قطعتها بنفسي. قول الواد بركه ما يتاخرش عليا وهو بيجيب لي الايراد النهارده، عشان عايزه انام بدري. حصل بالاذن. حربي. يا معلم خد بالك من نفسك. سلام يا صاحبي. ان شاء الله تسلم يا سي حربي. بقول لك ايه يا معلمه، تحب احضر لك صينيه الحمام النهارده؟ لا مش هاكل حمام النهارده، حنام خفيف خفيف. هو كل ليلة حمام ولا ايه؟ ده انا حتى كده ازور.